فيه قلت هذا به رائزين. إذا سكريم خاص هو استثنائي للديفا الأمازيغية، وطبعا الإخوان ديالنا باسم الاتحاد القبيلي لكرة القدم. إذا إهداء خاص للسيدة فاطمة تبع مرانت الفنانة الاستثنائية ضيفة مهرجان ظلال الأركان. تحية خاصة أي سنون. بهراء زين أرسيمور نيني أيوز إي السيدة أكسيل بالعباسي اللي كان رئيس الاتحاد القبيلي لكرة القدم رسنتيني أيوز لإحتجاج مزالون. مشاركة فرقة القبيل يعني القادمة من فرنسا هي مشاركة يعني في إطار التنوع الثقافي، في إطار التمازج الثقافي بين جميع بلدان شمال إفريقيا، باعتبار أنه روابط تاريخية تجمع بين المغرب وجميع بلدان شمال إفريقيا، وبالتالي نعتبر هذه المشاركة هي مشاركة أولا في طابع فني، وبالتالي نحن نرحب بجميع أشقائنا في جميع مناطق شمال إفريقيا على يعني ونعتبر بمشاركتهم قيمة مضافة للمهرجان لأنها تضفي نوع من التنوع ونوع من الإثراء يعني المطلوب، وبالتالي نشكر هذه الفرقة فرقة تلوى يعني القبيلي على مشاركتها، ونضرب موعدا ان شاء الله في النسخ القادمه ان تشارك مجموعات اخرى في شمال افريقيا اذا ما توفرت الموارد الماليه واللوجستيكيه. وشكرا. Je m'appelle Enia, je suis chanteuse berbère d'Algérie. Donc je suis venue au Maroc pour pouvoir parler de la culture berbère, parler de nos coutumes, en même temps participer à cet événement qui est formidable. Et comme d'habitude, le Maroc c'est un pays très accueillant, très chaleureux, et on est très bien très heureux d'être ici. Et donc voilà, je pense que la culture tamazirte marocain et tamazirte jazairia, je pense que c'est presque pareil. Donc on va essayer quand même de faire quelque chose avec, et de manière à avancer dans le bon sens évidemment. Et puis évidemment, on serait très heureux de relier les deux peuples et d'avancer tous ensemble. Voilà, thank you. Azul, 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 inzakan, azul, bilmim, yok, المغرب أكما إلا. أزا بالفرح دم قران، الفرح دم قران، إمير إدف الدار الزاد. نيوثم تمطوط إذا ديف كان طاس يتمازيخ يتبغز سومها. سيسميو سيسم لونافا دولة القبائل سيسم فرحات مهني أسنيني تنمير إمسا تبع معك تنمير تطاس تطاس تنمير يوكي المغرب. شكرا. أتعيش تمور في المغرب، أتعيش القبائل حرة مستقلة. Vive la Kabylie, libre et indépendante, telle mère. Merci, Mouzaki.